السائل او العدسه المزروعه اللي تصحي البصر هي واحد العدسه اللي كنزرعوها للناس بلا ما كنحيدوا لهم العدسه البلوريه ديالهم واللي كتمكنهم انهم يحسنوا البصر. هي تقنيه من تقنيات تصحي البصر اللي كتنضاف وتقنيه اللازر المعروفه. كلاسيكيا كنا الناس اللي ما كنقدروش ندير لهم اللازر كنا كندير لهم زراعه العدسه، يعني الناس اللي عندهم اما قرنيه رقيقه واما عندهم قياس كبير، ولكن الابحاث الجديده بينت ان حتى بعض الحالات اللي يمكن لها تستافد من اللازر كنخليو الاختيار للمرضى انهم يعملوا هذه الطريقه ولا هذه الطريقه، ولكن خص المريض يوفر فيه واحد العدد ديال الشروط. خص الغرفه الاماميه تكون واحد العمق مزيان، الخلايا القرنيه يكونوا مزيانين، الشبكه تكون مزيانه، ما يكونش امراض اخرى في العين. هذه كلها كنعمل واحد الفحوصات قبل ما نقول للمريض واش يمكن لك ولا ما يمكنش لك دير هذه العدسه المزروعه. العمليه ديال زراعه العدسه هي عمليه جراحيه كتقام قاعة ديال العمليات اللي كتكون معقمة وكتخضع الشروط ديال الصحة العالمية ديال قاعة العمليات، تتم تحت المجهر. أغلب الحالات كنقوموا بالتحضير الوضعي إلى المرضى اللي كيخافوا بزاف كنقدروا نعزلوا. بالنسبة للعملية كنقوموا واحد فتحة في الجنب ديال العين، ومن بعد كنقوموا بحقن واحد السائل لزج الفيسكو، ومن بعد كنحقنوا هذيك العدسة داخل العين في واحد الاتجاه ديالها خاصها ما نقلبوش، والعدسة كنحطها في المكان ديالها، ومن بعد كنقوموا بغسل العين وكنقوموا بإغلاق العين غير بالماء. في بعض الحالات كنقوموا بوضع غرزه. دونك العمليه واخا كتبان انها سريعه ولكنها عمليه دقيقه بالمجهر، كتحتاج واحد التجربه واحد التدريب كبير.